كما ينضم إلينا عبر السكايب من الرياض سامي المرشد مختص في العلاقات الدولية. بعد التحية أستاذ سامي، بداية يعني هل من كلمة تود توجيهها بهذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 93 يصادف اليوم، ونحن نحتفل في المملكة العربية السعودية وفي الخليج وفي الأمتين العربية والإسلامية بهذا الحدث المهم. يوم المملكة يعني هو يوم عزيز على كل سعودي وعلى كل خليجي وعلى كل عربي من المحيط للخليج. نتمنى دائما أن يعود علينا هذا اليوم السعيد باليمن والبركات، وأن تكون بلادنا والخليج العربي دائما بأمن وأمان وتقدم وازدهار. أستاذ سامي، دعنا نتحدث عن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة. علاقات المملكة العربية السعودية مع البحرين الشقيقة هي علاقات مثالية في الواقع بين الدول. نحن ننعم بهذه العلاقة بحكمة القيادتين ومحبة الشعبين السعودي والبحريني لبعضهم البعض. العلاقات تمتد عبر التاريخ وهي متجددة في الواقع، وتشمل كافة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. يربطنا مصير مشترك وتاريخ مشترك. نعتز بهذه العلاقة، ونلاحظ أنها تنمو باستمرار وتتكثف هذه العلاقة بين هاتين الدولتين الشقيقتين. وكما ذكرت يعني هي تكاد تكون مثالاً لأي علاقة بين دولتين. نحن نشعر أننا شعب واحد في دولتين، نتعاون نتكاتف. مررنا بظروف كثيرة تجاوزناها معا، ظروف أمنية، ظروف حروب في المنطقة، وكانت دائما القيادة البحرينية وقيادة المملكة العربية السعودية في مسار واحد، وشعبيهما أيضا معهما يتجهان إلى البناء وإلى رفاه الشعوب وإلى حفظ الأمن والاستقرار. يعني مهما تحدثت عن علاقة الدولتين سأكون مقصرا في الواقع، لأنها علاقة لا تشبهها علاقة في الواقع. نأمل أن تستمر هذه المحبة وأن تزداد، وأن يديم على مملكتنا الحبيبة، مملكتين الحبيبتين، الأمن والسلام والتنمية المستدامة، ويحفظ الشعبين ضمن إطار مجلس التعاون ومن خلال الأمة العربية والإسلامية. هذه العلاقة التي تمتد لعقود طويلة إن شاء الله هي لخير الشعبين ولخير الخليج ولخير الأمة العربية والإسلام. من الرياض سامي المرشد مختص في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.